بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 44. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا يقول: المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصبر وصابر في الدعوة إلى الله، كيف نأخذ ونستفيد من دروس المصطفى صلى الله عليه وسلم في صبره في الدعوة إلى الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، فنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في صبره وفي عمله وفي دعوته وفي جميع أموره عليه الصلاة والسلام، إلا في الأمور الخاصة به صلى الله عليه وسلم المختصة به، وما عدا ذلك فإنه من التشريع الذي نقتدي فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل وضمان لصحة العبادة، فلا نقتدي بغيره، لأن الاقتداء بغيره يكون من الابتداع، لكن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم هو السنة وهو الواجب علينا. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: الشيخ، هل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى تعلم علم التجويد، بل يقول بأنه يحرف الحروف؟ لا أعلم هذا، ولا أعلم أن علم التجويد كان موجودا في وقت الإمام أحمد رحمه الله. علم التجويد مكمل للاعتدال، مكمل ويعتدل فيه ولا يبالغ فيه، وإنما يستعمل معتدلا، يكون قراءة معتدلة بين الهذرمة والهذ وبين التمطيط والمدود الزائدة والأصوات المرتفعة، هذه قراءة القرآن. والتجويد الواجب هو إتقان القرآن على اللفظ العربي، حيث لا يلحن فيه، لا يلحن فيه نصب المرفوع وخفض المنصوب، لا يغير وجوه الإعراب عن حالها، هذا هو التجويد الواجب. وأما تجويد المد والغنة والقلقلة وما أشبه ذلك، هذه مكملات تؤخذ بالاعتدال، أنها محسنات للتلاوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت في سفر، هل أجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا، صلاة العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة، لأنها ليست من جنسها، ولأنه لم يرد هذا، لأنه لم يرد هذا، ولم يقل به جمهور العلماء، لا يقولون بهذا. نعم. هذا يسأل عن إمامة الصبي، هل تجوز؟ نعم، إذا كان مميزا وهو أحسن القوم قراءة تجوز، لأن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة في بادية، وكان عندهم غلام يحرص على أخذ القرآن حفظه ويتلقاه عن الركبان، حصل عنده حصيلة جيدة من قراءة القرآن، فقدموه يصلي بهم، وهذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم ذلك. نعم. أيضا سائل يقول: بالنسبة لإمامة المرأة لمثلها من النساء، لا بأس بذلك، تأم المرأة النساء، تأم المرأة أيضا الواحدة، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ترتيب السور في القرآن، متى كان هذا؟ وهل للصحابة دور في هذا الترتيب؟ هذا وقت كتابة المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه، فهم رتبوا السور باجتهادهم، هذا على المشهور. منهم من يقول أن ترتيب السور بالنص، ولكن الأكثر على أنه باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. هذا يسأل فضيلة الشيخ ويقول: ما حكم ترك الأسباب في هذه الدنيا فضيلة
الشيخ، وما حكم التعلق بها؟ كلا الأمرين لا يجوز، لا ترك الأسباب، لأن الله أمر باتخاذ الأسباب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب، لكن لابد مع اتخاذ الأسباب من التوكل على الله، فلا يعتمد على السبب. ولهذا يقول السلف: الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في العقيدة. يجمع بين الأمرين: فعل السبب المباح مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يسأل يقول: فضيلة الشيخ، عندما نقرأ في كتب أهل العلم نسمع بأسماء الصحابة والتابعين وتابعيهم والعلماء الذين بلغوا الدعوة إلى الله ولم نشاهدهم ونشتاق لهم، هل إن شاء الله إذا صرنا من أهل الجنة نلتقي بهم جميعا في الجنة؟ نعم، نحن نحبهم ولو لم نشاهدهم ولو لم ندركهم، نحبهم لأنهم إخواننا الإسلام، نحبهم، خصوصا العلماء الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة حبهم واجب، كذلك حب المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إنما المؤمنون إخوة يتحابون فيما بينهم بموجب الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ورد حديث: خير الأسماء ما حمد وعبد. شيخ، هذا غلط وله بحديث، هذا على ألسنة العوام. الحديث الصحيح: خير الأسماء ما عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، هذا خير الأسماء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة المرء نصفها ثلثها ربعها خمسها إلى آخر، لماذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصف؟ لا، ليس للمصلي إلا ما حضر قلبه من صلاته، ولو صلى ولم يحضر قلبه في كل الصلاة فليس له فيها أجر، وإذا حضر في بعض الصلاة فله من الأجر بقدر ما حضر فيه قلبه. أما اقتصار الرسول على النصف فلا أعلم شيئا من ذلك، لكن ليس له من مثل الحديث، ليس له إلا ما عقل من صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مقيم مصري يقول: بالنسبة للتوسل، ما حكمه وما أقسامه؟ والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جائز؟ التوسل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والوسيلة هي الطاعة والقربة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه سبحانه وتعالى بطاعته وعبادته. أما التوسل بالأشخاص، توسل بدعاء الصالحين، أن تطلب من أخيك الرجل الصالح أن يدعو الله لك، فلا بأس بذلك. هذا التوسل بدعاء الصالحين، لا بأبدانهم ولا بجاههم. كذلك التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، توسل باتباعه وطاعته ومحبته، وكذلك توسل بدعاء الصالحين، أن تطلب منهم أن يدعو الله لك إذا كانوا حاضرين عندك وقادرين على الدعاء، تطلب منهم ذلك، لا تطلب الدعاء من غائب أو من ميت أو من جن، إنما تدعوه لمن كان حاضرا، لا تطلب الدعاء من ميت، إنما الدعاء من الحي الذي يقدر على الدعاء. وأما التوسل بالجاه فهذا لا يجوز، هذا بدعة، توسل بالجاه أو بحق الصالحين أو بحق، هذا كله بدعة. وأما التوسل أيضا بالتوسل بالأعمال الصالحة التي سبقت منك تتوسل بها إلى الله، فلا بأس بذلك، بدليل حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة ولم يستطيعوا الخروج، توسل كل واحد منهم بأعماله الصالحة ففرج الله عنهم بذلك. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. نعم. هذه السائلة تقول بأنها نذرت بألا تركب مع ولدها في سيارته، وخصوصا عندما تسافر معه إلى القصيم، لأنه يسرع سرعة جنونية، فهل عليها شيء وبماذا تنصحون مثل هذا الشاب؟ هذا لو ما نذرت لا تركب معه، لأن هذا خطر، لا يجوز ارتكاب الخطر، وإذا نذرت ألا تركب معه هذا لا يمنعها من الركوب، كفر عن يمينها وتركب معه إذا كان
معتدلا في قيادة السيارة غير مسرع ويحسن القيادة أيضا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل هذا يردد بعض الناس بأننا موحدون فلا حاجة أن ندرس التوحيد، ما رأيكم في هذا القول؟ نسأل الله العافية، هذا جهل أو سوء عقيدة. لا بد من دراسة التوحيد، لأن ما تجهله أكثر مما تعرفه إن كان عندك معرفة من التوحيد. لذلك العلماء كانوا يدرسون التوحيد من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا، يدرسونه في المساجد، يدرسونه في المدارس، يدرسونه في اجتماعهم، يؤلفون فيه. الإنسان لا يزكي نفسه ويقول أنا أعرف التوحيد، قد يخفى عليك أشياء كثيرة تخل بالتوحيد إذا تركتها أو إذا فعلتها، فلا بد أن تعرف ذلك وتخاف على نفسك من الخطأ في العقيدة. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أن إبراهيم هو الذي كسر الأصنام وعذب بسبب ذلك وأوذي وصبر عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يخاف على نفسه من أن يفتتن. الإنسان لا يزكي نفسه ويقول لا أنا أعرف وأنا مؤمن وأنا لا، هذا ما يجوز، هذا غرور والعياذ بالله. والفتنة إذا جاءت تعم إلا من رحم الله عز وجل، وتلتهم الناس إلا من رحم الله منها ونجاه الله منها. إنسان يخاف على نفسه من الفتنة، خاف على نفسه لا سيما إذا كان يجهل أمور العقيدة، فإنه يقع فيها بلا شك. لا يتجنب الشرك حتى يعرف ما هو الشرك وما هي أنواعه، لا يكون موحدا حتى يعلم ما هو التوحيد وما هي أنواع التوحيد، حتى يكون على بصيرة. أما الجاهل فإنه عرضة للخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة لأخت قصت شعرها حزنا على وفاة ولدها الذي مات في حادث سيارة، ما حكم ذلك؟ نسأل الله العافية، هذا من أفعال الجاهلية، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، إنهم هم الذين يلطمون الخدود ويشقون الثياب، فهذا يشبه أمور الجاهلية وفيه جزع وتسخط لقضاء الله وقدره، عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر وأن لا تعود لمثل هذا. نعم. تقول ما منزلة الصبر عند حدوث مثل هذه الأمور؟ نعم، الصبر هو الواجب عند حدوث المصائب. الله جل وعلا يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبر الإنسان. ولما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى امرأة أو إلى إحدى بناته لأجل أن ابنها في الموت والغرارة، طلبت من الرسول الحضور عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، هل تتقي ولتصبر. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لمنزلة الصلاة من بين سائر العبادات، ما فضلها وفضل المحافظة على هذه الفرائض؟ الصلوات الفرائض جاءت بعد التوحيد، بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولا دين لمن لا صلاة له، من ضيع الصلاة أخرجها عن أوقاتها أو تساهل فيها فإنه عليه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا، هذا في إضاعة الوقت. وأما تركها بالكلية متعمدا فهذا كفر، هذا كفر بالله عز وجل. ولا دين لمن ضيع الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. من ضيع الصلاة متعمدا فليس له دين حتى يتوب إلى الله عز وجل، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا على الصلاة، كما أن البيت لا يقوم إلا على العمود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ماذا يفعل ويقال للمولود في يوم سابعه من مولده؟ لا يقال شيء، لكن ورد أنه في يوم سابعه يستحب أن يحلق رأسه إن كان ذكرا، وأن يعق عنه، تذبح عنه العقيقة يسمونها الناس التميمة، وأن يسميه اليوم السابع، هذا الذي ذكروه. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما المراد بالتجارة الحلال وأيضا البيع والشراء
حفظكم الله. المراد بالتجارة الحلال كل المكاسب التي لم ينهى الله عنها، الأصل فيها الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، إلا ما جاء النهي عنه مثل الربا، مثل الغش والكذب والخديعة في البيع وغير ذلك، ما نهي عنه إنه حرام ويجتنب، وما لم ينهى عنه فالأصل فيه الإباحة، حل الله البيع وحرم الربا. نعم. الداخل إلى المسجد بعض الناس يقول إن الله مع الصابرين، وبماذا تدرك الركعة يا شيخ؟ لا هذا يقوله العوام، لا يقال هذا، لا يقال هذا، ولكن على من جاء إلى المسجد والإمام قد ركع فإنه يمشي وعليه السكينة، فما أدرك يصليه مع الإمام وما فاته يقضيه والحمد لله كما في الحديث، ولا داعي إلى العجلة ولا داعي إلى قول إن الله مع الصابرين، يعني يقول للإمام اصبر، داعي لهذا، هذا غير مشروع. قال صلى الله عليه وسلم إذا قيمة الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، بعض خطباء المساجد يقرأ الآيات المناسبات للأسبوع من القرآن الكريم حسب المناسبة. لم يرد بهذا شيء، يربط القرآن بالمناسبات لا سيما في الصلاة أو في خطبة الجمعة، هذا لا أصل له. نعم. وبالنسبة للذي يقرأ في الفرائض فضيلة الشيخ القرآن من سورة البقرة وحتى سورة الناس ويختم بعد شهرين أو ثلاثة، لا أصل لهذا، وهذا فيه إحراج للبقية الأئمة، يظنون أن هذا سنة وأنه يلزم الناس هذا، يكون يفتح على الناس باب مشقة وعنت، ويفتح للعوام أيضا إحراج للأئمة إذا لم يفعلوا هذا الشيء. الله جل وعلا قال فاقرأوا ما تيسر منه، وفاقرأوا ما تيسر من القرآن، ما تيسر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ما كان يبدأ من البقرة وينتهي بآخر القرآن، يقرأ القرآن كله الصلوات المفروضة، ما كان يفعل هذا أحد من السلف، إنما هذا اجتهاد من بعض المعاصرين، وهم ما ينشطون إلا بالشيء غير المشروع، أما المشروع فيثقل عليهم، هذه ظاهرة سيئة في الناس وفي أئمة المساجد على سبيل الخصوص. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. تقبلوا تحيات المهندس زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذه الحلقات من برنامج نور على الدرب. نلتقي إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.